احد اعراض السل اللي هو درجه الحراره. هلا في عندي probability of TB. احتمال انه يكون شخص في population, في هاي population مثلا اللي ماخذينها هون, يساوي 0.01%. واحد بالقديش؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة. واحد بالعشرة آلاف. عم نقول في هاي البوبوليشن في عندنا واحد بالعشرة آلاف ممكن يكون معه سل. إذن هاي probability إنه يكون عندي تي بي. كمان بدنا probability of fever given TB. شو يعني؟ احتمال إنه إذا كان شخص مصاب بالمرض إنه يكون عنده فيفر. هاي نقدر نجيبها من السجلات, مزبوط؟ مش نقدر نطلع احنا على الناس كل الناس اللي صابوا قديش, وهل كان في ناس ما عندهمش حراره ومعاه سل؟ ممكن كان طبيعه الانسان او طبيعه الهاي بتساوي 0.5. ناخذ الرقم هون انه بنقول انه ممكن 50% من الحالات يكون معاه سل وما يكونش معاه حراره. وبعدين ايش ضل عندنا كمان بدنا؟ probability. حطينا probability هاي. هلا probability of fever انه مريض يكون معاه من المرضى اللي براجعونا 3%. هاي probability of fever. هلا نطلع هون احنا ايش اللي عندنا اياه الان. عندي probability, بدي اطلع probability of TB given انه المريض اللي راجعني معاه fever. بس راح ابدا من ايش؟ لو جيت على اي شخص طلته راندوم اللي لا عنده fever ولا بشكي او مريض اجى عندي, احتمال يكون عنده تي بي هاي مش هيك 1 بالـ100 ألف. هلا اذا اجى وقال لي انه انا عندي فيفر كيف راح يتعدل هذا من هون؟ راح يصير عندي probability of fever given تي بي على probability of fever. هلا probability of تي بي هي 0.0001. probability of fever given TB 0.5, and probability of fever وين ها 0.0. قديش بصير الرقم؟ بصير عندي 0.0016. ارتفعت طبعا الهاي, بس وين لسه منخفض جدا. في حوالي 300 مرض احتمال كبير اذا الشخص معاه هذا المرض يكون عنده فيفر. فهذه تحسنت, بس مش بالارتفاع اللي احنا توقعنا. يمكن في اعراض ثانيه تكون اقوى بكثير.